تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للسياحة في ضوء إدراكها المتزايد لأهمية هذا القطاع الحيوي في تنويع مصادر الدخل ودعم التنمية المستدامة، حيث تتميز المملكة بتوافر كافة المقومات لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية ودولية للسياحة المستدامة. في اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام، تؤكد مملكة البحرين اهتمامها المتزايد بهذا القطاع الحيوي ودوره في تنويع مصادر الدخل ودعم التنمية المستدامة في المملكة، في ظل تميزها بموروث ثقافي وحضاري وبيئي متنوع، ما جعلها وجهة مثالية للسياحة العائلية وعاصمة للسياحة العربية في ظل الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. ورغم أن الاحتفاء بيوم السياحة لهذا العام يتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مملكة البحرين تؤكد قدرتها على مواجهة آثار هذه الجائحة وتداعياتها على السياح، وذلك من خلال دعم وتعزيز السياحة الداخلية وزيادة إشغال الفنادق في المملكة من المواطنين والمقيمين. وتتمتع المملكة بثروة متنوعة من سياحة تاريخية وأثرية، في ظل إدراج 3 مواقع بحرينية هي قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ وتلال مدافن دولمون على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو وغيرها من القلاع والمتاحف والمواقع الأثرية، وتنظيمها لمهرجانات ثقافية رغم الجائحة ووسط إجراءات احترازية تتواءم مع تعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، حيث طبقت هذه الإجراءات والاحترازات داخل الفنادق والمنتجعات المنتشرة في كافة مناطق المملكة.